كانت الفارق. يعني ابتدينا بقى هو لما دخلنا المعسكر كان بشكل، لما نهينا المعسكر بشكل تاني. يعني احنا ابتدينا ايه نقرب وهو يقرب، على فكره عشان بس تبقى الناس تبقى لا احنا رحنا قوي نفذنا من دول، لا ولا هو، لا احنا قربنا لبعض. هو قرب خطوتين وانتوا قربتوا خطوتين، هو قرب خطوتين واحنا قربنا خطوتين، وقدرنا يعني نشتغل على حاجات ميزاتنا كلنا. فعشان كده كان الناتج ان احنا عملنا موسم معاه عالمي بدايته بريال مدريد، وبقى وخش بقى خد دوري. السنه دي كانت سنه احسن سنه يعني من احسن سنين حياتي للنادي الاهلي. لا رغم وانت تحديدا، لانه هو خالد بيبو كان اسمه خالد مانويل جوزيه، احنا مسمينه كده يعني خالد مانويل جوزيه ابنه، تحس ان هو يعني حد من عيالك. لا انا كان بيحاسبني حساب، كان بيحبك جدا وكان بيحاسبني حساب، كان بيحاسب بس بينك وبينه حساب. مره اقول لهم مره دخلنا مغص، لا اتفضل يا باشا اتفضل. دخلنا المحاضره طبعا ايه كان الماتش ده انا ما لعبتوش. طب كويس. فداخل بورا كده، اما كنا عارفين ان هو داخل بورا دي نعرف ان في حد مشكله. فطبعا ايه انا قاعد مرتاح، انا ما لعبتش عطفر ابني، انا مالي بالموضوع، انا ما لعبتش وقاعد مرتاح. خلي بالك هو كان بيصطاد 3 4 يعني حاجات الاسرار دي، يصطاد 3 4 يروح داس فيه. اللي يجي بقى في سكته ببركات ابو تريكا، خالد، اسلام، اي حد اسلام كتير، لا وشادي كان كتير وشادي. فطبعا لقيته داخل برا انا مرتاح، يعني كان اول مره يدوس فيا. فقال لي بعد ما خلص راح سجل، قال لي بص انت لعبت كام ماتش ما جبتش كام جول، وعملت ايه، وانا اديتك كام فرصه وانت بتضيعهم. بص كان حساب يعني ما يعني بالورقه والقلم، مفيش يعني ما كانش الامور كده جهوني. لا 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 كانت الامور كلها بالورقه والقلم. انت لعبت اربع ماتشات ورا بعض، وانا اديتك اربع فرص ورا بعض، وانت ما استغلتش الاربع فرص. واخر فرصه معايا الماتش اللي جاي، لو ما استغلتش الفرصه الماتش اللي جاي صعب جدا تلاقي مكانك تاني كده. كانت الموضوع انا يعني طبعا قال لي ساعتها، قلت له طب انا ما لعبتش. قال لي لا انا اديتك فرصه وما لعبتكش الماتش ده عشان تعرف قيمه الفرصه اللي انت خدتها. والفرصه اللي جايه دي لو ما استغلتهاش مش هتلعب تاني، مش هتلعب تاني وما تدورش على فرص تانيه معايا. دي كانت بعد بقى مباراه كلامك بقى، احنا انا بكلمك في النص بقى، في يعني في الهيصه. انت بقى احداث كتير، انا بقول لك يعني